قرار تحويل الغلاف المالي الذي كان مخصصا لمشروع بناء جسر صغير يربط عدة أحياء ببلدية بوعرفة بوسط مدينة البليدة وتحويله إلى مشروع آخر أثار استياء وغضب السكان معتبرين ذات القرار غير عادل وغامض. الغلاف المالي قاعد عندهم، قاعد في الخزينة تاع البلدية. كي جا هذا المير الجديد هذا يا حولوا الغلاف تاعو ما زاوية سيدي كبير ميمش اداه لسيدي يعقوب تراب الأحمر. هاي 5000 مواطن هاي معطلة المصالح تاعها باش تهبط للسبيطار، تدخل على طريق شريعة ولا تدخل على سيدي يعقوب تضرب ساعة ولا ساعة ونص باش تلحق للسبيطار. ومطالبين باش السيد الوالي هو اللي يجي لعندنا لهنايا ونسمعوها من عنده وما نتنازلوش على الجسر تاعنا هنايا. نقلنا انشغالة السكان إلى رئيس بلدية بوعرفة وكان هذا رده. الوالي خضى قرار عندها الدريان مؤخرا خضى قرار قال لك انا ما نبقاش نستنى وين تغيرت نحاولي بيدونفيل وين نبنيو هذا الجسر نحاولوا الجسر نبنيوه في بورومي ونهار اللي نحيو البناءات الفوضويه هذيك ويحقق فينا الوقت ويساعدنا الوقت نزيدوا نديروا بون واحد اخر. اصبح مشكل الجسر في بلديه بوعرفه يلقي بظلاله على يوميات المواطنين بالمنطقه خصوصا وانهم لطالما انتظروا تجسيده لفك العزله عنهم وتخفيف مشقه قطع مسافه طويله للوصول الى قلب مدينه البليده.